كلمة عظيمة لا يقف أمامها ذنب مهما بلغ هذا الذنب. عقيدة تجعلها في قلبك وفي نفسك أن أستغفر الله ليست بالهينة. ويقول الشيطان ما زال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفرون. أستغفر الله ليست بالهينة. أستغفر الله لو قالها العبد صادقا تمحو عنه الشرك الأكبر، الشرك الذي ليس بعده ذنب. إذا قال أستغفر الله فإن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أين الخلل؟ الخلل أن الإنسان يقول أستغفر الله وهو لا يدري ما معنى أستغفر الله. أستغفر الله ويحس أن الذنب كبير، أستغفر الله ويحس أن الله عظيم أنه كيف أذنب وكذا، لكنه ليس استشعارا بأن الله يغفر، لا يعظم الذنب. هذا من الشيطان. لا تتعاظم على الله شيئا، فإن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما قال الذين أذنبوا. الله أكبر. أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله، من قال هذا هو أصدق القائلين، ومن قال هذا هو أرحم الراحمين، ومن قال هذا هو خير الغافرين سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا من الله، ما تركت شيئا. كلمة أستغفر الله كلمة عظيمة تنهد بها ذنوب العمر كله. لو أن عبدا عاش حياته كلها في صغره وكبره وشبابه ومشيبه وهو يتعفر ويتمرغ في معاصي الله وحدود الله وكبائر الذنوب، ثم وقف في آخر عمره صادقا قبل أن يغرق فقال صادقا من قلبه أستغفر الله من تلك الذنوب كلها، لغفرها الله ولم يبالي، ولعاد كيوم ولدته أمه، لأن الله وعده بالمغفرة. هذا ما نشك فيه، هذه عقيدة ينبغي أن تكون في القلب، لكن بالتوحيد الخالص أن تعتقد كرم الله، لأنه لما وصف نفسه بالرحمة رحمته وسعت كل شيء، ومما وسعته المذنبين مسيئين، عبد مسرف مذنب خطاء يأتي ابن 90 سنة. الناس تأتي للعمرة، لكن في الحج البعض يقول سبحان الله الحجاج أكثرهم كبار سن. هذه حكمة من الله، جاءوا في آخر أعمارهم تائبين، جاءوا في آخر الأعمار منيبين مستغفرين راجين لرحمة أرحم الراحمين. ومن قصد الله وتوجه إلى الله ولو في عقر داره وليس أن يأتي إلى بيته لغفر الله له ولم يبالي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. لا تتعاظم على الله ذنب، ولا تستخف بكلمة أستغفر الله، ولا تستخف بكلمة أستغفر الله. أستغفر الله.